الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس إن شاء الله سنشرح بعض أدوات الرسم، وسنستخدم في هذا الدرس وسنقوم بشرح هذه الثلاث الأدوات. بداية دعنا نقوم بشرح هذه الأداة. هكذا هي فائدة الأداة، بها عدة خيارات هذه الأداة، طبعا هي للرسم وعمل تقوم بعمل خطوط. هنا عدة خيارات، ما فائدة كل خيار؟ مثلا الخيار الأول، سنقوم بإزالة الخيار الأول، ماذا سيتغير في الرسم؟ سيقوم البرنامج بعمل انحناء بين كل نقطة ونقطة، بعكس تفعيل هذه الخاصية سيكون على خطوط مستقيمة أو زاوية 90 درجة تمثل بين النقطة أو عند النقطة بين كل مضلع ومضلع. ما فائدة هذه أوتوفيل؟ أوتوفيل عندما تقوم بإغلاق المنحنى سيقوم تلقائيا بتلوينه، ولكن عند لاحظ الآن قبل إزالة التفعيل سيقوم تلقائيا بإعطاء اللون الذي وضعته أنت هنا. إذا غيرت اللون الأحمر مثلا سيقوم بإعطائه اللون الأحمر، لكن إذا أزلت هذه الخاصية ماذا سيعمل؟ سيقوم أو لن يعطيه أي لون، لاحظ سيبقى الفيكتور أو الشكل الذي رسمته بدون أي لون، وكذلك لا تستطيع تلوين الفيكتور إلا عن طريق أداة الصبغ. ما فائدة كذلك الخاصية الأخرى؟ الخاصية الأخرى لن تعمل مضلع بتاتا، أو لن تقوم بعمل لصق بين النقاط مع بعضها البعض. لاحظ إذا فعلنا الخاصية مجرد ما تلتقي النقطتان سيتغير اللون النقطة الملتقى إليها أو النقطة التي سبقت في الرسم قمت أنت برسمها في قبل النقطة الأخرى، سيقوم بتغير لونها إلى اللون الأخضر، ثم بعد ذلك يعطيك المضلع منغلق. بعكس هذه فهي لن تقوم بعمل أي، لاحظ لا تقوم بإغلاق المضلع مهما رسمت، مما ينتج بأنك لا تستطيع عمل لون للبرنامج للرسم. خاصية القلم، طبعا البرنامج به الخط الحر مثل برنامج الستريتور، بإمكانك عمل رسم على البرنامج بهذه الأداة، فهي تقوم بعمل رسم حر أو سهل جدا وسلس. لاحظ كيف أصبح الخط، وكذلك بإمكانك تعديل حجم الخط من هنا مثلا 10 سيتغير. به كذلك نفس الخصائص، يعني هذه مثلا أوتوفيل سيقوم تلقائيا بعمل صبغة لها، أما هذه فلن يقوم بإلقاء نقاط مع بعضها البعض. لاحظ إذا زلنا النقطة فلن يقوم بعمل التقاء بين كل نقطة وأخرى، بعكس تفعيل فسيقوم بغلق النقاط عندما تلتقي مع بعضها البعض. لاحظ هنا نقطة التقاء، سيقوم بتلوين الدائرة هذه تلقائيا. هنا فقط أضاف أوتو كلوز، ما فائدة هذه الخاصية؟ دعنا نستخدمها. فائدته بأنه مهما عملت سيقوم تلقائيا بغلق، لاحظ سيقوم تلقائيا بغلق الشكل، يعني مثلا قبل أن نقوم باستخدام هذه الخاصية فليس من الممكن غلق الشكل إلا عندما تلتقي النقطة النهائية مع نقطة البداية أو أي نقطة أخرى. لاحظ مع هذه النقطة مثلا سينغلق من هنا، بعكس كلوز فهو مهما كان ولو لم تلتقي النقاط سيقوم تلقائيا بغلق العمل. لاحظ هنا سيقوم تلقائيا بالتوصيل بين آخر نقطة رسمتها وأول نقطة رسمتها. الأداة الثالثة وبها عدة أشكال، بإمكانك من هنا رسم المستطيل أو المربع أو أي شكل آخر، وهنا الدائرة، نغير هذه إلى الأبيض، وهنا الدائرة. في حالة أردت أن تجعل الدائرة بهذا الشكل أو بهذا الشكل فقط قم بالسحب والإفلات بأن تبقى ضاغطا على
النقط عفوا الزر الأيسر من الماوس، وسيقوم تلقائيا البرنامج برسمها. ولكن إذا أردت أن تجعل الدائرة متساوية النقاط فاضغط شيفت من الكيبورد وارسم الآن، فالدائرة ستبقى بنفس المستوى، لن تتغير بهذا الشكل أو بهذا الشكل وما شابه. كذلك بإمكانك رسم مثلث، وخاصية شيفت تنطبق على جميع الأشكال. كذلك هنا النجمة والسهم، والخاصية الأخرى خاصية الحلزونية. هكذا. بهذا نكون قد شرحنا أدوات الرسم الثلاث. في الدرس القادم إن شاء الله سنتطرق إلى أداة الكتابة. أراكم في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.